الله يرضى عليكم. السلام عليكم سيدنا. مشان هاي العبارة، إذا أغضب صاحبك فإن تركك تركته. ما فهمت يا سيدنا؟ يعني احيانا يحدث الغضب بين الاصحاب في امور شرعيه يعني، فان هو لم يحتمل هذا الغضب وذهب وتركك فلا خير في صحبه هذا، فلا خير في صحبه هذا لمعارضته الحق. يعني لمعارضته الحق سيدنا. ايوه، ولذلك يقولون اغضاب الصديق يستطلع السريره، إغضاب الصديق يستطلع السريرة، يعني عند الغضب تظهر هنا السرائر. لأن بعض الناس يقول لك أحبك في الله أحبك في الله إلى غير ذلك، أول ما يكون بينكم جفوة تلقايا خلاص، يعني أصبح يفليك ويفريك في كل مجلس وفي كل مكان، ويقول فيك ما لم يقوله مالك في الخمر. طب فين أنك بتحبني في الله، وفين أموت قبلك، وفين يا أخي أنا فداك إلى غير ذلك. نعم، ولذلك قالوا أخوك الحق معك الذي يضر نفسه لينفعك، وإذا ما ريب الزمان صدعك شتت شمله فيك ليجمع. نعم.